السلام عليكم الخوت، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. معكم ريدون بلوك، اليوم فيديو جديد بلوك تيف مع الاخ يوسف الشحية اللي فان ديالنا. ابتداء من 350 درهم هذا الفوان، شوفوا حاجة كاين لي سيرفات، كاين التيشيرتات، كاين أي حاجة إن شاء الله غنتعرفوا معكم الإخوان السلعة، غنتعرفوا على الموديلات اللي كاينين، الله يسخر الأمور جامعة، اللي بغى شي حاجة توافق الأخ يوسف من الشاشة الإخوان، إن شاء الله اللي بغى شي حاجة توافق الأخ الله يسخر الأمور جامعة. شكرا لأخ يوسف، الله يكبر بك إن شاء الله، المهم الإخوان إن شاء الله غادي تعرفوا خويا يوسف عرفني على اول بياسه، الله يكبر بيك. بسم الله توكلنا على الله. خويا رضوان دابا فات 38 38 ونص 44 و45 تقريبا الثمن ديالها 600 درهم. غوت اخويا يوسف بسم الله 600 الله يحفظك لي اخويا يوسف. هاد اللي بالغين هادو 350 بحال تقشيره دايرين، لا كلشي باين اخويا يوسف الله يكبر بيك. كورتيز نشوف في 40 الله يحفظك ليا الثمن ديالها فيها البيض وشحطه كحله فيها بيض واش حجمنا اليوم هاد الموديلات اخويا يوسف شحال كيبقاو؟ كيبقاو 55 اخويا 550 لي طاي اللي قلتي فيهم 40 39 40 39 كاين هاد الرياضات شحال الطاي ديال اخويا يوسف 39 600 درهم جوج ديال لي كولوز شحال قلتي الطاي؟ 2019 كحل ديالها 2020 الثمن تقريبا 2020 اخويا 65 وهادو قلتي 600 ولي طاي اللي في هادو 39 بيمة في الخزي شحال النمرة ديالها؟ 42 43 الثمن ديالها خيوط 600 درهم الله يحفظك ليا اخويا. صح بيض الكحل الطاي ديالها تي شحال؟ 39 و 40 تقريبا الثمن ديالها هذه 60 فرانك هذه 2019 وكاين موديل جديد 2020 2022 شحال؟ شحال غيكون؟ 75 80 الف فرانك المهم هذه 600 درهم الله يكبر بيك اخويا يوسف. وريت العباد ديال ها انا ندخل عندك لداخل ان شاء الله اخويا. 2090 جميع اللوينات شوفوا فين تمام زوين كاين الرياكت 270 كاين الانرجي تقريبا انا السلاح كله مصوب يا اخويا خاطر انا لاحظت معايا هما الجديد غنتلقاو الفرصات انا في الكوريكسيون سيلو كان ديال اللابي او ماكسي كينا كلهم فرنسا هادو كاينين هادي 3 سيستيم
حبوبات الجماهير اخويا عبدالله. الغرابيه هذه مليحه. شحال لها تقريبا الثمن ديالها؟ 800 درهم. الله يحفظك لي اخويا. خويا يوسف بالنسبه لهذوك 2090 90 انت كاينين اللوينات دابا مقادش في الثمن، كاينين اللوينات ناقصين في الثمن وكاينين اللوينات طالعين في الثمن على حسب الموديل عاوتاني. فوالا فهمتي؟ كاين 2019 2020 2021 على حسب الموديل. المهم باش نلخص لك اخويا رضوان 2090 ابتداء من 70000 فران كنت طالع الفرن. ابتداء من 70000. على حسب الطاي اللي موجودين. الطاي يقول لك يبداو من 37.5 حتى ل 45. من 37.5 حتى ل 45. واللي فوق منهم هذاك ال 270. كاين هاد الانرجي هادي تاعي هي اللي خطيره اخويا رضوان. خليك هكاك. واه. هادي دابا الثمن ديالها شحال كتبقى؟ نديرو لها ثمن زوين اخويا رضوان. ثمن زوين اللي كيدوي فيها تاهي صح. هادي 65000 فرانك اخويا رضوان. 650. كندوزوها ب 75 70000 فرانك دابا ابتداء من اليوم ندير لها 65000 فرانك. 65 الله يحفظك لي اخويا يوسف. هذيك الاخرى اللوينات ديالها باينه اخويا رضوان. اللوينات ديالها انا غنبينهم اخويا. هذيك اللي شاد في يدك. كاين لورونج. لورونج فيها الطياس ابتداء من 43 42 لورونج. وكاين هاد النوار، كاين النوار وكاين البيض بالقوز قوزح. هاد اللون هذا تو فيه جميع ليطاي. هذا تو فيه 42 43 44 45. 270 راه اي لون يعني كيعطيها البار راه موجود، راه كاين تقريبا شي 15 لون 16 لون تقريبا. صح هما كيبانو كاملين. وتقريبا الزومات اخويا كاين هادي هي كيباصو 35 كاينه 37 وكاينه 38 من 35 حتى 38 هادي ديال لي فام هادو. ديال لي فام هادي. المهم باش نلخص لك تاعنا بالنسبه للثمن ديال الزومات هادو ابتداء يعني الجديد 2020 ابتداء من 600 درهم حتى ل 65. ابتداء يعني من 600 درهم حتى ل 65. موديلات جداد. موديلات القدام يكونوا طايحين في الثمن. دوزنا شي موديلات درنا لهم 55. هذيك شي شحال؟ ابتداء قلتي من 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 500 حتى 650. الزومات بالنسبه للموديل. موديل. صح. مليحة هادي تاهي تاهي شحال كيبقى الثمن ديالها؟ 700 ولي طاي؟ فيها لي طاي هادي تاهي ب 700 ختها. بالنسبة لهاديك النايك زوم اللي حداها راهي هادي؟ هادي 60 فرانك 600 درهم فيها طاي صغار زيد اخويا هذيك الرياكت هاهي هذيك كحله هاهي هاد اللون هذا ما راه واعر تقريبا شحال الثمن ديالها؟ الثمن هذه 65 اخويا رضوان 650 الله يحفظك ليا وتاي الثمن ديال الناس ديالك اخويا رضوان ديال لي فرنسا الله يحفظك ليا اخويا. بالنسبة لهنا اخويا هذا لون جديد هذا 2022 فيها 40 فيها 40 فيها 40 شحال الثمن ديالها؟ 750 اخويا رضوان 750 كانت مليحة لا باينة بياسة مليحة وغرابية طلوبة لا باين كلشي باين اخويا حقيقة اخويا رضوان. وبالنسبة لهادو هادي وهادي ديك الرياض كاين تحت بالنسبة لهادو في المطعم الصغار ياك شحال؟ 600 فرانك 600 درهم كلهم جداد هادو
الموديلات جداد. الله يحفظك ليا. بروموسيون زوين في تي الشورطات تاعهم. شي الشورطات اه. نجبدوهم. تا هو في لي طاي كاملين. تمام ديالو 170 درهم. 170 درهم. 170 درهم. لارج بويز كيلبس الميديوم. مو الميديوم راه يجي قدو. شحال هادو هذا تا هو 170 كلهم 170 نديرو ليها سيدي 150 هذا نديرو ليها 150 هذا 150 اه الله يحفظك ليا هذا كاين هذا جديد هو اه نايك تا هو هذا بشحال 200 درهم 200 درهم بحالو بحال هذا تا هو 200 فيه ليطاي فيه ليطاي موجود من ليطاي الله يحفظك ليا خويا الله يسر بالنسبه لهذاك اللي شاد في يدك هذا 170 درهم خويا رضوان هذا 170 كانوا داروا لي الدراري عندكم لها 160 اه نحى الله عطوه 160 درهم ياك صافي الله يحفظك اخويا هذا 160 درهم هذا 160 درهم الله يكبر بيك اخويا هذا الجاز تو راه في ريطا شحال تا هو خويا هذا حسبوا لي تا هو 160 درهم 160 الله يحفظك ليا خويا سيرفيت اخويا رضوان سيرفيت كومبلي بسروال ديالها السروال ديالها شحال كتبقى تقريبا؟ انا صورت في المحل تحت اه شحال خا يوسف؟ 700 درهم هذه اخويا 700 درهم 700 درهم اخويا 700 الله يحفظك ليا خويا يوسف الله يعزك قبيات هما راه كاين قبيات هذيك ديال النايك والاخرى كاين هادي نايك طبعة وهادي نايك فوطة هادي نايك طبعة وهادي فوطة الإخوان كاين هاديك جوردن راهي أنا جبت تقريبا الثمن ديال القبية الثمن الثمن 45 ألف فرانك حتى 550 درهم حتى 550 بالنسبة لهاديك جوردن شحال تبقى؟ غادي نديرو ليها خويا 520 درهم نديرو ليها خويا 520 وهادو اللي دوزتي هاد الخزية والكحلة كاين هاد المينيتير هادي مليحة بالقب تاهي شحال كتبقى هاديك المينيتير؟ هادي 55 55 هادو اللي دوزتي دابا؟ هادوك 50 درهم 50 ألف خويا رضوان 500 شتي تقول لي 50 درهم كلشي بنادم هادو بجماعة عندك كلشي جملة هانتوما الإخوان السبرديلة راه المحل عامر السبرديلة تبارك الله فين هادو حطيتهم اليوم هاد الدودونات هادي تاهما الدودونات شحال تاهما يبقاو هادي اخويا رضوان دايرها 1200 درهم 1200 درهم اه تي شحال دايره هادي كتبقى 900 درهم الله ييسر لك اخويا اسمح لينا اخويا بالنسبة لهاد السروال هذا ديال الفار هذا اللي مونطوني السروال اللحوم في الارض باش يبانوا لك اخويا اه هذا بين لي اه هذا من هذا كاينين هادو كاين عندي سروال بزاف ديال الدريفيت فيهم حتى مارجون بين لي اخويا انت كاين السبر ديال هذيك ورينا الاخوان اه هادي صورتها في المحل الاخر بالنسبة لي كاسكيت راه كاينين حتى لي كاسكيت اه لي كاسكيت شحال دايرين ابتداء مناش كاسكيت ما بين 190 درهم حتى 220 درهم من 190 حتى 220 دبارة كاين النايك باشي هذا بشحال يبقى تا هو السراول السراول كيف ما قلت لك ابتداء من 35 فرانك حتى 55 ابتداء من 35 حتى 55 كاين هذا باري هذا جوردن هاد لا جوج اخويا عبد الله اه ولي طاي اخويا اي كاين جميع الطايات اه جميع الطايات اه كانت ديال باري مليح هذاك تبارك الله هذا ديال اير ماكس موريناش اليوم اخويا عبد الله هذا فيها السمولة ياك باشي تا هو فيها السمولة شحال كيبقاو تا هما؟ هذا 55 ألف فرانك خويا 55 كاين هذا ديال توتنهام
في لون واحد ينتيك تاك. شحال هذا تقريبا انت هو؟ 550. عندي بيس عندي الشرطات كاين الجيل ما موريناش الاكوان الجيل ديال نايك الدور راه معروف الجيل. شحال كيبقى حتى هو؟ 775. كنقدر نعطيو فيه شويه ماشي مشكل. الله يحفظك ليا خويا. الشرطات انت الشرطات ابتداء من الناس الشرطات 200 درهم 200 درهم لا نقي نقي غير ماكس نقي ترزا هذاك الخزي تا هو ملاه انا غناخذ بحالو ان شاء الله مع دميلو. مرحبا اخويا رضوان انت راه كلشي ديالك رضوان الله يكبر بيك. الله يحفظك. راه في جوج اللوان فيش اللوان فيه الزرق وفيه الخزي فوالا الزرق تا هو هذاك اللي باقي شاد هذا تا هو زوين الله يكبر بيك اخويا يوسف الله ييسر لك الامور. كاين الموديلات تبارك الله كاين مي كاين مي تقشقش ياك كاين مي تقشقش ياك اخويا يوسف ياك ميتين درهم كنا بقاو فيها جوج حبات الخوت وفي جوج بياسات 200 درهم ان شاء الله يكون السروال ديالو غيكون ان شاء الله. تاك تا هو 200 درهم دابا باش يعرفوا الاخوان راه مابقاش فيهم بزاف صح هو الحبات هادو باش قلاه كاين شي حبات اخرى في المحل اللي دايرين لهم تما زوين هذا هو اللي قلت فيه جوج حبات الله يبان لهم اخويا رضوان لا نادي لا مزيان لا باين كلشي باين نادي الله يكبر بيك اخويا يوسف السراو ديال الدرافيت هما راه موجود شحال تما الثمن ديالهم؟ أنا كنت ابتداء من 300 درهم 335 كاين 40 أشرف من 300 حتى 400 صبر موديل حتى هما صبر موديل صح المهم راه كلهم كحلين هنا كيختلفوا كاين لورونج كاين الفير كاين هذيك القطعة ديالهم فوالا وراه شهر مطروزة شهر مطروزة الله يسترك اخويا يوسف الله يحفظك ليا هذوك معلقين دايمين الله ييسر لك الامور اخويا يوسف دابا الاخوان نعرفكم على شي ايرفوسات اخرين ان شاء الله. بالنسبه لهاد الايرفوس اخويا يوسف الثمن ديالهم بين 1000 حتى 1300 وفيهم لي طاي كاينين طبعات زوينين وكاينين لي طاي الله يكبر بيك اخويا قلتي من 1000 درهم حتى 1300 على حسب كاين كاين الموديلات ب 950 الله يسترك اخويا يوسف الله يكبر بيك الله راه كنتساعد اخويا هذاك الشيء اللي كاين الانسان على قد الحركه نديرو مع ثمن صح الله ينورك اخويا اللي ترتاح ليه ويعرف يدوي صح كلشي ديالو صح الله ينورك اخويا يوسف. المهم الاخوان دابا الله يحفظك خويا يوسف. المهم الاخوان دابا تعرفنا على السلعه مع الاخ يوسف. المهم راه نتوما تخليو لي الاراء ديالكم والله يسخر الامور للجميع. جوردن قياسي هذيك تصورت عليهم في المحل الله يحفظك ليك. ها نتوما الاخوان راه الريف كاين الصنادل ديال الريف كلشي كاين. المهم الاخوان دابا كاين اخويا رضوان شحال هادي؟ غادي نديرو لها 70 فرانك 700 درهم فيها اللوينات هذوك اللي شاد في يدك اللوينات فيها طايات كبار وفيها طايات صغار هو اللوينات ما مقادينش الطايات فهمتي صح باش ما كتبوش على الناس صافي الله يسترك اخويا يوسف الله يكبر بيك بزاف اللوان كاين اللوان ديال لي فام وكاين عاوتاني اللوان ديال الرجال فهمتك مخلطين والله ما كتبوش على ديال لي فام راه غنقول لك ديال لي فام ديال الرجال راه غنقول لك ديال الرجال. Yeah, the concept.
اه لوين هذيك اللي لبستو تي الدراري الله يحفظك لي يا خويا يوسف الله يسترك. المهم الاخوان تعرفنا مع الاخ يوسف على السلعه تعرفنا على موديلات. المهم اللي بغى شي حاجه النمرة على الشاشه تواصلوا مع الاخ والله يسخر الامور الجامع الاخوان. المهم الاخوان كيف مشوا معنا تعرفنا مع الاخ يوسف على السلعه تعرفنا على الموديلات تعرفنا على الاثمنه اللي طاي اللي موجودين. ما عليكم انتم تخليوا لي لي كومونتير ديالكم ولي لايك كومونتير زوينين الاخوان الانسان شجعوا اخويا واخا حتى يعني ما عجبك شي لعيب شجع الانسان راه عاد صح المزوان راه صداقه الخوت صح الله يسترك اخويا يوسف. المهم الاخ يوسف راه كيف مشوا معايا الاخوان المعامله زوينه السيد والله الا دري ويجه السيد هذا حق الله العظيم الا السيد بشكل اخويا بدون مجامله السيد هذا خدام على راسه كيترزق الله وانت عنده حتى اجر في هذا الشيء هذا اللي كيب الله يرحم لك الوالدين باش تكونوا عارفين الخوت الله يكبر انا راه خوت راه كنتعاون مع بعضياتنا الحمد لله الله يحفظك. المهم الاخوان كيف مشوا معنا تعرفنا على السلعه انتم ما عليكم تدعمونا بلي كومونتير ولي لايك باش تحفزونا باش اي محل نصوروا لكم ونوصلوا لكم الجديد اللي موجود في سوق القرعه داخل الجديد اخويا الاخوان. بالنسبه للدخول المدرسي راه كاين الجديد كاين الجديد الاخوان. المهم خليكم هادشي صور برايز تنصور لكم الفيديوهات وتحطوا لكم وتشوفوا اي حاجه بعينيكم لا ما نكثروا عليكم الهضره الاخوان. تحياتي لكم وتحياتي لخوتنا من طنجة حتى للقويره وهاشتاغ صوفي الميمه وديما قشقاش.